أنهى المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر الدورة التدريبية لتنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجال التثقيف المالي للفتيات والسيدات بمدينة الغردقة. هذا وقد أكدت المدربة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية رباب زمزمي أن هذه الدورة تأتي استكمالا للتعاون المثمر بين منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أنه تم تدريب 110 متدرب على مستوى مدن محافظة البحر الأحمر. النهاردة احنا بصدد ندوة وتوزيع شهادات بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات ومنظمة العمل الدولية للشمول المالي والميكنة الرقمية وتعريف السيدات والفتيات كيفية التعامل عن طريق الفيزا وعن طريق ميزة، وازاي الموضوع الميكنة الرقمية هيسهل عليهم كتير جدا اقتصاديا وتمكين المرأة اقتصاديا، وده الدور اللي بيقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. وانا حابب النهاردة اقول لحضراتكم ان هناك 42% من المشروعات والقروض الممولة في مصر عن طريق جهاز تنمية المشروعات كانت للسيدات. التدريب كان 26 ساعة لمدة 8 أيام متواصلة، كان في منه تدريب أونلاين 3 تدريبات، وكان في تدريب واحد اللي هو فيس تو فيس. أعتقد أن التدريب فرق كتير مع المتدربات وفي بداية حياتهم، إزاي يعملوا خطة موازنة للبيت، إزاي يشتروا، إيه الرغبة، إيه الاحتياج. محافظة البحر الأحمر إحنا من أعلى المحافظات اللي اشتغلنا في إطار المشروع، قمنا بعمل 3 دورات للتثقيف المالي ل 120 سيدة وامرأة على مدار يعني 4 شهور تقريبا عشان نحقق التمكين الاقتصادي للمرأة.